السعود يا سعود، فات ابن الشهر 25، ما شفت خلي يا سعود. 25 اليوم، اي نعم 25. عمر صلاح يمر، ولكن هنا لدينا عملية السقوط، وعبد الرحمن الجاسم يرى بأن المسألة سليمة ولا يوجد فيها شيء، وكان على عمر صلاح أن يمرر الكرة. عبد الله العذبة يتدخل، ليش؟ لأنه هو موجود في الفار، هو موجود. لك القرار. أبا 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 قل له ايوه. ايوه وحمدي فتح يقول والله والله دي 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 بلن بالمصري، ايه يقول لك والله بلن حمدي فتحي، هو يقول كذا. ولكن عبد الرحمن الجاسم لا يرى، لا يرى فيه شيء، لا يرى فيه شيء. اللقطة الماضية من باولو في عملية التدخل، في عملية التدخل. لدينا خطأ الآن، لدينا خطأ. إدارة الوكرة غير سعيدة بهذا القرار. عمر صلاح يعطيكم العافية. مباراة مليئة بالإثارة، مباراة مليئة بعلامات الاستفهام، مباراة أدري في خاطركم كلام كثير تقولونه، ولكن هل كان بالإمكان أفضل من ما كان؟ أو كلمنا عن أجواء المباراة إجمالا. الحمد لله رب العالمين، هي مباراة يعني بعد رجعة بتكون مباراة كثير صعبة. الحمد لله يعني النقطة أحسن من ولا شيء، يعني كنا طموحين إنه نأخذ 3 نقاط، لأنه إحنا أول عن آخر بنلعب دوري، واللي بجمع نقاط أكثر هو الآخر إشي راح يكون بطل هاي المرحلة. بس إن شاء الله القادم أحسن، يعني هي ضغوطات كانت في المباراة، المباراة كانت مشحونة شوي يعني، والحمد لله على كل إشي وهارد لك للفريقين. بنحكي نقبل أنتي؟ نقدرش نحكي عن التحكيم، بس يا ريت يصحصحوا أكثر، يعني في فار. أحمد فاضل له فاول؟ والله ما بقدر، هذا مش شغلي يعني، ما بقدر. عليكم عليكم بلنتي، ما بقدر احكي لك عن هاي الشغله، بس الحكام بتمنى انهم يراجعوا حالهم كثير مش شوي. والحمد لله على كل حال، كنا طموحين انه ناخذ 3 نقاط، والحمد لله على كل حال. يعطيك الشيخ خليفه ايش قال لكم؟ كان منرفز زينا يعني، وهدي يعني اي حدا بيطلع منه هذا الحكي. طيب راضين على 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 النتيجه وعلى الاداء اليوم؟ والله راضين ومش راضين، يعني احنا انطرد منا لاعب، والحمد لله انه انتهت على التعادل، لانه قلت لك انا اول الحكي انه النقطه اهم من ولا شيء اول عن اخر. يعطيك العافيه.